هتعرفنا بحضرتك دكتور ابو خير. دكتور ابو خير محمد زكي مدير اقليم شمال الصعيد. كم عربيه انتقلت يا فندم؟ 17 سياره انتقلوا من اسعاف بني سويف، وفيها خمس عربيات انتقلوا من اسعاف حلوان. موقع الحادث فين يا فندم بالظبط؟ على بعد 500 متر من بوابه الكريمات في اتجاه القاهره، يعني قبلي الباص جنوب، يعني قبلي جنوب. يعني جنوب. يعني تحديدا يعني ملابسات الحادث تقريبا مبدئيا شبوره، حوالي اكتر من 25 عربيه ما بين نقل واجره وملاكي، حصل تصادم بينهم وبين بعض. بالنسبه ل سمعنا ان في عربيه تفحمت، في عربيات تفحمت وفي بص تفحمت فعلا، فيها احنا نقلنا بالظبط 21 مصاب. أيوة. وجثة المستشفى الجامعة بني سويف. تمام. وست جثث او ست متوفيين رحمه الله عليهم نقلناهم لمستشفى بني سويف العام، وثمان متوفيين نقلناهم لمستشفى اطفيحه العام. يعني لغايه دلوقتي حوالي 17 تقريبا. في اثنين توفوا في مستشفى العام. 17 ده العدد عندنا لغايه دلوقتي. طب حضرتك واحنا اتقلنا طبعا مدير المحافظه اتنقل لمكان الحادث، وانا اتقلت لمستشفى الجامعه لاستقبال المصابين. حضرتك دكتور ابو خير في الحادث زي كده بترفعوا حاله الطوارئ في لا احنا حاله الطوارئ عندنا مرفوعه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. تمام. مرفوعه ومستعدين في اي وقت لاي حوادث، يعني احنا مستعدين، يعني حاله الطوارئ دي كده مرفوعه. بالظبط بالظبط. شكرا يا دكتور. العفو.